دكتور خالد، هنتقل بيك الى شق اخر. حدثني عن الموجه الجديده من ازاله التعديات على املاك واراضي الدوله والاراضي الزراعيه. يعني برضو خليني اقول لحضرتك بالفعل الموجه العشرين واللي ابتدت في 13 اغسطس الجاري طبعا وهتنتهي ان شاء الله 26 اكتوبر، هي هتتم على 3 مراحل، المرحله الاولانيه من 13/8 وحتى 1/9 واللي احنا المرحله اللي احنا شغالين فيها دلوقتي. خليني اقول لحضرتك طبقا لتوجيهات القياده السياسيه، وده اللي اكد عليه معالي الوزير اللواء هشام امنه فيما يتعلق بتطبيق التكليفات والحفاظ على هيبه الدوله وتطبيق والتعاون مع قوات انفاذ القانون والمحافظات المصريه، وده ما اشاد به معالي الوزير اللواء هشام. فيما يتعلق يا فندم احنا النهارده وفقا يعني بقول لحضرتك التقرير اللي لسه واصلني قبل قليل ان احنا بنتكلم فيما يتعلق بازاله عدد المخالفات اللي على مباني دوله او وفقا لاراضي دوله حوالي ازاله لحوالي 5180 مبنى، وده تم استرداد ما يفوق ال احنا بنتكلم في 1.3 تقريبا مليون متر تم استردادهم. اما فيما يتعلق بالاراضي اللي تم الاعتداء عليها بالزراعه، خليني اقول لحضرتك وفقا لاحصائيات يعني انتهاء يوم عمل امس، هو استردينا 24,791 فدان، ودي نفذنا فيها عدد المخالفات اللي تم ازالتها عدد الحالات 1076 حاله. طبعا انا عايز اقف هنا بعد اذن حضرتك، لاني اريد ان اناقشك في هذه الارقام. هل ال 5000 حاله ازاله التي تمت وكانت مبنيه على اراضي الدوله دي في المرحله الاولى من الموجه العشرين بس؟ يا فندم ده من يوم 13/8 الجاري لغاية مساء أمس 23/8، احنا لسه مستمرين في المرحلة الأولى بعد من بعد إذن حضرتك يا فندم. هي الناس دي مش عارفة ان انت جاي تزله، هي الناس دي مش عارفة ان في قانون وان هو مش متصالح وان هو معتدي، ورغم ذلك كان مستمرا في هذا الاعتداء. خليني اقول لحضرتك كمان احنا فتحنا الباب من خلال اللجنه العليا لاسترداد الاراضي للتقنين، وبالتالي انت حضرتك فتح الباب عشان حضرتك تقنن، وبالتالي تتقدم للجان المعنيه في المحافظات المختلفه والمعلن عنها للجميع، بحيث ان بتقدم حضرتك لطلب بالتقنين، وبالتالي في طلبات قبلت وبالفعل تم تحرير عقود لاصحابها وهم كسر، وفي طلبات طبعا ما اتقبلتش. الامر اللي بيخلينا ان انت بعد كده حضرتك يعني ده يعتبر نوع من انواع الردع وحفاظ زي ما قلنا قبل كده مع حضرتك في لقاء انه احنا المفروض بنحافظ على هيبه الدوله، نحافظ على هيبه الدوله، الدوله رجعت وبقوه، وبالتالي في النهارده وحدات للمتغيرات المكانيه موجوده في كل المحافظات المصريه وصور للاقمار الصناعيه. ايه اكتر منطقه او محافظه كان مستمرا فيها هذه التعديات في المرحله دي؟ يعني احنا بنتكلم الوادي الجديد لوحده بكفاءه، واحيي يعني الزملاء، 23,221 فدان تم استردادهم. لا ثانية واحدة. بما يعادل 53 حالة. 53 حالة؟ يليها الشرقية. يليها الشرقية. وبعد كده المركز الثالث أسيوط، دول أكثر المحافظات استردادا خلال عدد من الأفدنة. خلال هذه الايام في المرحله الاولى. لكن في حاجه بقى مهمه جدا يا فندم خليني اذكرها، وهي محافظه بورسعيد ازالت تعدي في المهد على مزارع سمك باقامه مزارع سمكيه، ودي حوالي 72 حاله استزراع سمكي بمساحه 360 فدان. ده كان شرق برضو شرقا بعد اذن محافظه جنوب سيناء بعد اذن حضرتك شرقا ولا غربا؟
لا يعني هو البيان اللي عندي انا ممكن احدد لك، بما ان حضرتك بورسعيدي ايوه ممكن بعد الهواء اكلم غرفة العمليات ونحدد يا فندم. تمام يا فندم. يجي كمان محافظة جنوب سيناء ازالت برضو مخالفات تعدي على املاك دولة حوالي 106 حالة بما يعادل 39495 متر. تيجي كمان محافظة البحيرة أزالت عدد من المخالفات في المهد يعني في بدايتها لعدد 77 حالة تتجاوز 12233 متر مربع. نيجي برضو لمحافظة البحر الأحمر أزالت في المهد برضو تعدي لعدد 120 حالة بمساحة حوالي 21158 دكتور متر مربع. خالد، انا يعني هي الناس دي مش مصدقه ان الدوله مش هتسمح بالتعدي على الاراضي. ما هو كلمه ازالتها في المهد، يعني انت شغال بقالك قد ايه وكم سنه بتسترد اراضي دوله وبتهد وبتلم الدنيا وبتلم الاراضي الزراعيه وبتقول ما تعملوش وبتقول ما تقرموش وبتقول كل الكلام ده، وما زال البعض يعتقد ان الدوله هتتهاون في حقها وفي حق الشعب ده اللي يعني شايل كتير جدا عشان واحد يروح يسرق الارض او يتعدى عليها او يعمل ده. هما لسه مقتنعين انهم يستطيعوا يعملوا ده. خليني اقول لحضرتك منظومه المتغيرات المكانيه وصور الاقمار الصناعيه اللي موجوده ووحدات المتغيرات المكانيه اوجدت ان حضرتك تستطيع ان انت تتعرف على اي مخالفه بمطابقه صور الاقمار الصناعيه، ويتم على طول فورا ابلاغ الوحده في المحافظه المختصه. فريق المتابعه والتفتيش بينزل على طول من المحافظه مع الحي المختص ومع القول الامني ويزيلوا المخالفه دي في بدايتها. ودي الميزه يا فندم ان يكون عند حضرتك زي ما كان بقى منظومه التحول الرقمي، ما هو ده جزء من منظومه التحول الرقمي، ان يكون لديك وحدات للمتغيرات المكانيه حضرتك تقدر من خلالها تتعرف على كل تغير موجود. هناك تغيرات بتحصل مشروعه وهناك تغيرات غير مشروعه. التغيرات اللي تم ازالتها دي تعدي على املاك دوله، فالبعض بيعتقد ان هو ممكن ايه يعني. ودي رساله بنوجهها للجميع وللكل، لو سمحتم تحسبوا لان العقاب رادع. تمام. طيب والوقت اللي انت ازلت التعديات بتاعته في المهد عاقبته ولا ما عاقبتوش؟ ده مما لا شك فيه بيتحول للنيابه المختصه وبيتخذ معاه كافه الاجراءات القانونيه اللازمه يا فندم طبعا.